يعطيكم العافية. هسه راح نبلش بشرح طريقة السلوب ديفليكشن ميثود. طبعا هاي الطريقة هي الطريقة الثانية بالمادة بالعادة، سلوب ميثود. بنعرف احنا انه المادة بتحكي لي عن الفورس ميثود اول واحدة، والثانية هي السلوب ديفليكشن، والثالثة بالعادة مومنت ديستريبيوشن، والرابعة هي الستيفنس او الماتريكس. هاي هي المادة الاستراكشر 2 عندنا بالجامعة. طبعا مرات المومنت ديستريبيوشن بتكون قبل السلوب ديفليكشن، يعني مش مشكلة، المهم انه بقدر، يعني مش مهم الترتيب، المهم انه نشرحهم. بس يفضل عادة نبلش بالسلوب ديفليكشن مشان بعدها تكون المومنت ديستريبيوشن عندنا سهلة. هسا احنا فعليا خلصنا الماتريكس، قفلناها، وان شاء الله راح نقفل السلوب ديفليكشن، والاسبوع هذا نهايته ان شاء الله بنقفل المومنت ديستريبيوشن. والفورس ميثود ممكن ما اعطي، ليش ممكن ما اعطيها؟ لانها تعتمد على الستركتشر 1 بشكل اساسي، بس بحاول اني اعطيها، بحاول. ما ضلش تلفون الا 10 ايام، وهذا الاسبوع مضغوط كوزات، يعني تقريبا عندي 4 كوزات من هون للخميس، فوضع شوي صعب. فبنحاول ننجز باسرع وقت، خلينا نحاول ننجز باسرع وقت. هسه عندنا طريقه السلوب ديفليكشن هي اللي هي فعليا بالكتاب رقمها شابتر 11 لو بدنا ندرس على الكتاب. هسه هاي الطريقه بسيطه كثير، هي طريقه راح تكون عباره عن ستيبس. مثل ما شرحنا الستيفنس ميثود كنا نحكي في عندي الستيب 1 الديجري اوف فريدم، الستيب 2 هي كتابه المصفوفه، ستيب 3 كانت الاوريجن الكوردينيت سوالف. وهي الطريقه نفس الشيء، خلينا نكتب الستيب اللي بدنا نلتزم فيهم من هون لنهايه الطريقه. ستيب 1 اللي هي كالعاده الديترمنسي والمومنت ديجرام كالعاده، يعني هذا الشيء مثل فرض الصلاه عنه. ثاني خطوه فيكست اند مومنت، هسه بنعرف شو يعني فيكست اند مومنت. ستيب 3 عندنا الايكويشن مومنت ايكويشن. الخطوه الرابعه unknown الخطوة الخامسة عبارة عن الإكويبريم إكويشن. الخطوة الأخيرة عندنا 6 خطوات لهي الطريقة. الطريقة الأولى إني أرسم المومنت ديجرام بشكل مبدئي، يعني بدون قيم، بس نكتب عليه اسم المومنت على كل طرف. الخطوة الثانية أوجد شيء اسمه فيكس إند مومنت اللي هو اللي بالصورة هاي، اللي بالصورة هاي نوجد هذا الشيء بالثلاث هذول شغلات. الخطوة الثالثة بدي أوجد معادلات المومنت، مش معادلات المومنت الفانكشن، لا شيء اسمه معادلات مومنت. هاي الطريقة منفصلة جدا عن اللي قبلها، يعني هاي الطريقة ما لهاش دخل بالحياة، شيء أنت هاي مسميات خليها ببالك، هيك الدكتور بسميهم. الخطوة الرابعة بدي أحدد المجاهيل والمعطيات. والخطوة الخامسة بدي أحط معادلة الإكوليبريم إكويشن، معادلة الاتزان هي مجموع المومنت أندر سبورت تساوي زيرو. والخطوة السادسة هي سبستيوت اللي هي أنك تعوض القيم اللي طلعتها من الإكوليبريم إكويشن. هذول 6 خطوات إحنا بنلتزم فيهم. هسا المومنت الديترمنسي شرحناهم قبل، خلينا على الفيكس إند مومنت. الفيكس إند مومنت بكل بساطة بحكي لي لو كان أنا عندي بيم كالتالي، عندي بيم كالتالي زي هيك، وشو مكان البيم؟ يعني كان فيكست مثلا رولر رولر فيكست عادي، ما شو مكان، يعني مش شرط انه كله، ممكن كله بالنات عادي. واجي حكى لي انا بدي ايش اوجد شيء اسمه فيكست اند مومنت، عادي ان شاء الله عليه هون لود مستطيل. وعليه هون مثلا لود مركز، وهون لود فاضي مثلا، تمام. واجي حكى لي الخطوه الثانيه كانت توجد فيكسد مومنت، انا بدي اوجد الرياكشن او المومنت، قيم المومنت لهذا البيم. فبالتالي انا بدي ابلش بخطوات هاي. فاول خطوه كانت هي، او ثاني خطوه هي الفيكس اند مومنت. فهاي شو الفيكس اند مومنت معناها؟ هاي المعادله بتحكي لي، او هاي الطريقه الخطوه بحكي لي امسك كل منبر. احنا بنعرف انه هذا الشيء اسمه منبر اللي بين سبورتين، دائما منبر بين سبورتين مش بين لودين، وهذا الشيء اسمه جوينت.
بنرقمهم هيك، هذا الشيء عارفينه من بداية المادة. وأصلاً بالسؤال بقول لك أربعة جوينت وثري ممبر، بقول لك امسك كل ممبر عدا الكنتيليفر، ركز عندك كنتيليفر هاي مش ممبر، لا تعتبرها ممبر، أنت بتعدها ممبر بس لا تعتبرها ممبر، هسه بتعرف ليش. كنتيليفر إيش على جنب؟ الكنتيليفر يعني هيك، هاي الكنتيليفر اللي بتكون حرة ما لهاش سبورت، فبحكي لي الكنتيليفر لا تعتبرها ممبر، ماشي؟ ماشي. فأنا عندي هون 3 ممبر، بقول لي امسك كل ممبر وخليه فيكست فيكست، يعني امسك ممبر واحد، شايف ممبر واحد؟ ممبر واحد هو هيك، هيك ممبر واحد عندي صح؟ راح تحكي لي صح، بقول لك امسك هذا وخليه زي هيك، خليه زي هيك، دائما دائما خليه زي هيك. خليه عبارة عن fixed to fixed وتحط عليه نفس اللودات بنفس الأطوال، ولا عندك أي اختلاف، ولا عندك أي اختلاف، بدك تحوله زي هيك fixed fixed. خليني أوضحكم شوي إنه هذا مثبت، تحوله زي هيك. خلينا هنا حولناه زي هيك، مثلا هاي القيمة 5 أو بدناش نخليها 5 نسميها W، وهي L. بحكي لك هذا الفيكس اند مومنت، اللي فيكس اند مومنت يعني الرياكشن المومنت اللي هون للفيكس بيم، هذا بسموه فيكس بيم، اللي بيكون بين فيكسين هو عباره عن فيكس بيم، فيكس بيم. فبالتالي في عندي مومنتات، هذا راح يعمل لي رياكشن هيك دائما اذا كان اللود لتحت، هذا بيعمل لي رياكشن زي هيك. هذا الرياكشن بسميه فيكس اند مومنت، وهذا الرياكشن اسمه فيكس اند مومنت. طبعا شو رقمه، شو اسمه، شو كذا، له اسم 1 2 2 1 3 4 4 3 وهكذا. اسمه كالتالي، اسمه اذا هذا ببلش بواحد وبينتهي باثنين المنبر، يعني المنبر اسمه 1 2، فبالتالي هذا اسمه، هذا وين عند الواحد، فهذا اسمه 1 2، وهذا كونه عند اثنين فاسمه بيكون 2 1، يعني بس انه من اليمين لليسار من اليسار لليمين. فهذا اسمه fixed end moment 1 2، يعني ببلش بواحد يعني مكانه عند واحد، ببلش باثنين يعني مكانه عند اثنين. هاي معناها وين ببلش، وهاي معناها شو الجزء الثاني من المنبر اسمه. فهذا اذا اسمه 1 2 فبالتالي 1 هي يعني وين مكانه، و2 يعني شو الجزء الثاني من المنبر. هون 2 يعني انه مكانه عند الجوينت 2، وال1 اللي هي نهايه المنبر. فانا بدي اوجد قيمه fixed end moment، fixed end moment. هاي القيمه، هاي القيمة طبعاً شكل المومنت عندي زي هيك، بس خلنا أوضح لك إياه. شكل المومنت بيكون عندي زي هيك، value عند الفيكست، هاي أساسيات structure 1 لا تيجي تسألني عنهم، بيكون شكل المومنت diagram زي هيك، هيك شكل المومنت diagram. فأنا كل بساطة مطلوب مني أوجد القيمة هاي وهاي القيمة، هاي القيمة تساوي هاي القيمة وتساوي W التربيع على 12. طبعا نعرف انه هاي هي W، ونعرف هاي هي ال. هاي القيمة W التربيع 12، طبعا لانه الشكل متماثل والمستطيل متماثل، بالتالي هي W التربيع 12. طبعا راح تسالني يعني هي دائما هيك W التربيع 12؟ اه. طب انا من وين جبت W التربيع 12؟ انا جبتها فعليا، يعني انا حليت السؤال على الفورس ميثود وحليته حالتي حاله، فوصلت لانه رياكشن المومنت من W التربيع 12. بخصوص الاشارات برضه ثبتها عندك. Sign convention دائما clockwise positive counter clockwise negative، يعني اللي مع عقارب الساعة موجب واللي عكس عقارب الساعة سالب. طيب هذا المومنت، هذا المومنت شو اتجاهه؟ اتجاهه عكس عقارب الساعة صح؟ فبالتالي هذا السالب W التربيع 12، وهنا مع عقارب الساعة فهو موجب W التربيع 12. فتمام تمام. فهي هي الفيكست اند مومنت للمنبر 1 2. هاي تعتبر الخطوة الأولى أو الخطوة الثانية من الديترمنسي. بمسك المنبر الثاني، المنبر الثاني نفس الإشي، لو فرضنا هاي L وهاي P، فبالتالي في عندي هون P، وهي مثلا L على 2، مهم أعرف مكان اللود. لو فرضنا أنه بالنص،
فهاي قلعة اثنين وهاي قلعة اثنين، فبالتالي هذا رقمه اثنين وهذا رقمه ثلاث، فبالتالي هاي fixed end moment اثنين ثلاث، وهاي fixed end moment ثلاث اثنين، يبلش مكان والثاني وين بينتهي. فبالتالي هذا الرياكشن كون المومنت هذا بيعمل لي مع عقارب الساعة، فالرياكشن اللي هون بيعمل لي عكس عقارب الساعة، والمومنت اللي هون لو أخذ المومنت هون بيساوي زيرو، هاي تعمل لي مع عقارب الساعة فهي تعمل لي عكس عقارب الساعة. فالفيكست إند مومنت هاي راح تساوي عندي لأنها عكس عقارب الساعة سالب بي في ال على ثمانية، هذول حفظ أو بتعرف كيف جبتهم من الستركتر، وهذا بي ال على ثمانية بهم طبعا هون يعني لأنه هاي. طيب الثالث، الثالث ما عليه ولا لود، فبالتالي الجواب زيرو، الفيكس اند مومنت اصفار، فيكس اند مومنت اصفار. تمام تمام، فهاي خطوه الفيكس اند مومنت، هاي هي خطوه الفيكس اند مومنت. هي فقبل تعلم هاي الطريقه في عندي انا المومنت دايجرام، لو كان عندي المنبر بينه رولر مثلا بالسؤال فبكون ماكسيمم منه دبليو ال تربيع 8، ولكن انا بشتغل على الفيكس اند مومنت، فيكس اند مومنت سالب دبليو ال تربيع 12، دبليو ال تربيع 12 اذا كان طوله ال طبعا، اذا كان بي ال على كان اللود بي بالمنتصف، بالتالي سالب بي ال على 8 وبي ال على 8. يظل عندي الحاله الاخيره اذا كان عندي كالتالي، اللود بي هون مش مكتوب بي شكله، اللود بي على مسافه اي وبي، يعني اللود مش بالمنتصف، فبكل بساطه المومنت اللي هون بيكون سالب لانه مع عقارب الساعه عكس عقارب الساعه، وهون شو بيكون؟ البي اللي هي قيمة اللود، الاي اللي هي المسافة عن الجزء اليسار، والبي تربيع اللي هي المسافة عن الجزء اليمين تربيع على ال تربيع، على ال تربيع. أما هاي المسافة لما أنا بدي أحسب لليمين فبربع اليسار، يعني أنا بدي أحسب المومنت اللي على اليسار بربع المسافة اليمين، وأنا إذا بدي أحسب المومنت اليمين بدي أربع المسافة اليسار، بس طبعا بضربها بالمسافة اللي ظلت. هسه بنضرب عليها مثال، أو موجود بحل الفيديو هالسنوات عليها مثال. فهاي الحالات عندي. طيب بدي احكي لك شغله مهمه، انه ممكن يجي سؤال عندي زي هيك، وهاي فكره مهمه كثير 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 كثير، يعني اجباري زي ما انا شايفك بيجي عليها سؤال عادي، فيكس اند مومنت زي هيك مثلا يجي يعطيك زي هيك، ويجي يعطيك نفس الوقت زي هيك، فهاي بي مسافة ال على 2 مسافة ال على 2 وهاي دبليو، فبالتالي كم الفيكس اند مومنت؟ بقول لك مجموع الثنتين 100%، فيكس اند مومنت 1 2 بتساوي سالب بي ال على 8 سالب دبليو ال تربيع 12، واللي هون نفس الشيء بس بوزيتيف بوزيتيف لانه معها قارب الساعة. طيب اعطيك كمان حالة مشان نكون، عشان نطلع من خطيتكم، نعتبر حالنا دكاترة وبدون يطلعنا من خطيتكم. في عندي fixed يجي يقول لي مثلا هيك لتحت، ويجي يقول لي هيك، بكل بساطة هسه هذا اللود لو انا بدي اخذ المومنت هون بتساوي زيرو، زي كان انا ثبت هاي النقطه بدي اخذ المومنت اللود الموزع عليها، اللود الموزع بيعمل لي زي هيك، بيعمل لي مع عقارب الساعه، فبالتالي الرياكشن عكسه. ولكن اللود هذا بيعمل لي مومنت عكس عقارب الساعه، فالرياكشن بيعمل لي مع عقارب الساعه، فبالتالي هم حاصل طرح بعض، راح يكون الجواب سالب دبليو ال تربيع 12 زائد بي ال على 8. مشان اطلع من خطيتكم، انه اذا كان اللود بالعكس انت كيف تعرف اتجاه المومنت، هل هو راح يكون مع او عكس؟ انه انت شوف اللود نفسه شو بيعمل لك مومنت، فالرياكشن عكسه. يعني هون لو بتيجي على الجهه اليمين عشان ترسخ مخك اكثر، اللود هذا الموزع بيعمل لي مومنت هيك صح؟ صح، فالرياكشن راح يعمل لي هيك. بس اللود هذا البي بيعمل لي مومنت هون بيعمل لي هيك، فبالتالي الرياكشن راح يعمل لي هيك. فهذا الرياكشن عكس عقارب الساعه، وهذا الرياكشن مع عقارب الساعه. هذا الرياكشن اللي هو مع عقارب الساعة W ال تربيع 12، وهذا الرياكشن سالب بي ال على 8، فبتجمعهم. يعني لو كان عندي سؤال فريم، هاي بس هاي الحالة الأخيرة، يعني لو كان عندي فريم زي هيك الفيكست
كان اللود هيك. طب هيك انت راح تسألني، شوف شوف السؤال، راح تسألني اقلب الشكل هيك ولا راح اقلبه هيك؟ طلع طلع المسخره، ولا اقلبه زي هيك؟ لا عمي ما بتقلب شيء، انت ما بتقلب شيء. طب بكل بساطه شوف هذا شو بعمل لك، هذا مومنت لهون، بثبت ايدك هون وخلي هاي تتحرك عليها، هاي راح تعمل لي مع عقارب الساعه، راح تعمل لي عكس عقارب الساعه، فالرياكشن هيك، وهاي راح تعمل لي مومنت هيك، فهاي راح تعمل لي مومنت هيك. هذا المومنت شو اتجاهه؟ كاونتر كاونتر، فهاي سالب في ال على 8 وهاي في ال على 8، بس لانها مع عقارب الساعه. لا تيجي تحكي لي اقلب الشكل، لا تقلب زي ما هو، تشوف كيف المومنت بيعمل عندك فالرياكشن عكسه. طيب هيك شرحنا احنا كمان الفيكس اند مومنت، وهي الحاله لا تنسوها، راح تشوفوا اسئله عليها بفيديو السنوات ان شاء الله، واللي مش فاهمها بسالني بسالني، يعني ما في اي مشكله. طيب هاي احنا هيك وجدنا الخطوه الثانيه، طبعا زي ما انا كاتب لك هون، طبعا الدوسي اللي موجود بكرزه الماده كامله. شو اسمه، بستعملها بطريقه ستوب ديفليكشن، وبستعملهم كل سؤال، وراح استعملهم كمان بالمومنت ديستريبيوشن، وراح استعملهم بالستيفنس ميثود بيم. واللي حضر فيديو الستيفنس عارف انه استعملت الفيكست اند مومنت بالبيم، وحكيت لما انت بتكون دارس الستوب ديفليكشن وبتعرف شو بحكي. تمام، هسه كانت هاي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه كانت ستيب 3، اكتب معادلات المومنت، مومنت ايكويشن، مومنت ايكويشن. المومنت ايكويشن اللي هي معادلات المومنت. هسه هذا سؤال بيجي دائما بشكل مكرر كل فصل، وراح يجيك بكره ان شاء الله، اذا ما اجى بكره تعالوا حاسبوني. السؤال بيحكي لك بكل بساطه how many equation in this beam، بس بجيب لك سؤال بقول لك كم عدد المعادلات له. ركز، معادلات مش مجاهيل، معادلات. في سؤال راح يقول لك اوجد عدد الانون، وفي سؤال راح يقول لك اوجد عدد الايكويشن. السؤالين هذول بكره جايات، بكره جايات. بكل بساطه عدد الايكويشن هي عباره عن عدد، خلينا نكتبها كتابة مشان نكون واضح، راح يكون عباره عن عدد المنبر عدا 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 الكانتيليفر ضرب 2. خلينا نحط هاي كورس على اساس انها جمله معترضه. عدد الكانتيليفر، عدد المنبر ضرب 2. يعني بكل بساطه جاب لي بيم زي هيك، في عندي بن 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 بن، بقول لك كم عدد المعادلات؟ هذا سؤال جاي بكره. بكل بساطه بتمسك بتحكي 1 2 3، فالجواب هو 3 ضرب 2 6 ايكويشن. والله والله العظيم هذا باخذ منك 10 ثواني اقسم بالله. طيب بدي اجيب لك نفس السؤال بس احط لك هون كانتيليفر، فرض الجواب 6 ايكويشن، هاي ما بتعدها، ما بتعتبرها منبر، هاي ما بتعتبرها منبر، لا بتحسب حسابها لا بالايكويشن ولا بتحسب حسابها بالانام. هذا بكره سؤال جاي بقول لك عدد الايكويشن، عدد الايكويشن هم عباره عن عدد المنبر ضرب 2 بس بتشيل الكانتيليفر. طيب ليش في عندي عدد 2؟ يعني اول شيء سؤال قلت لك شو هم عدد المعادلات، هم قلت لك عدد المنبر ضرب 2. طيب شو هم المعادلات هذول؟ انت راح تسالني شو هذول المعادلات. بكل بساطه هون بلشت الطريقه تشتغل، هون بلشنا نشتغل مع الارقام. بكل بساطه كالتالي، نرسم نفس البيم اللي لنا ساعه نرسمه، نحكي له كالتالي، مثلا هذا فيكست، هاي رولر، هذا فيكس عادي، بدنا زي سؤال السلايدات. هذا سؤال السلايدات، هذا السؤال كل فصل بيجي، يعني جانب الميد وجانب الفيرست وجانب السكند وجانب الفاينل. السؤال هذا الدكتور هاشم ما عندوش غيره، ما راح نحله كارقام، بس اقول لك المبدا زي هيك عادي. السؤال هذا كل فصل بيجي، كل فصل بيجي بيجي بقول لك حل السؤال. اول خطوه، انا بفهم نمشي بالخطوات مع بعض. اول خطوه نرسم المومنت ديجرام والديترمنسي. الديترمنسي التوتال هو عباره عن 3 ضرب الجوينت، 3 ضرب 3 9، الرياكشن رياكشن 3 3 6 1 7، والفري 2، معناته الديترمنسي 7 ناقص 3 4 ففورث اوردر، فورث اوردر. مش مشكله مانيش فيها هاي، انا منساك من الديترمنسي، فانا بدي اوجد اربع شغلات زياده اللي هم الرياكشن هاد والرياكشن هذا والرياكشن هذا والرياكشن هذا. انا هذول شغلات زياده عندي مثلا،
او ممكن تكون رياكشن عموديات كلهم بدون ممتدات، مانيش فيهم، انه عندي اربع مجاهيل زياده عن معادلات الاتزان، مانيش فيها. ثاني خطوه بدك ترسم كل منبر لحال، يعني ترسمه على جنب، هاي بس ما فيش وسع على الشاشه، ترسم زي هيك، تحكي له هذا هو المنبر الاول وهذا المنبر الثاني، هذا الجوينت الاول وهذا الجوينت الثاني، طبعا هم مرقمين بالامتحان يعني ما تفكرش. شو بتحكي له؟ بتحكي له كالتالي، هذا فيكست، الفيكست عنده قيمه، هذا رولر بالنص فإله قيمه، والقيمه هاي نفسها هاي، وهي لو فيكست له قيمه، تمام. شو بتعمل بعدين؟ هسه هذا اللود موزع بتوصل عنده زي هيك، هذا اللود مركز توصل عنده زي هيك. هسه بدك تسميهم، لازم تسميهم، شو بتسميهم هون؟ هذا واحد وهذا اثنين، فبالتالي هذا ام واحد اثنين، هذا بده يكون ام اثنين واحد، بس هون هذا بلش عن جوينت اثنين فاسمه ام اثنين، بس هل اسمه ام اثنين واحد ولا اسمه ام اثنين ثلاث؟ وهذا هذا بخص المنبر، هذا المنبر ايش؟ نهايته، هذا نهايته جوينت ثلاث، وهذا نهايته جوينت اثنين، وهذا نفسه جوينت اثنين، وهذا جوينت واحد، فبالتالي ام اثنين واحد هون بتكون ام اثنين ثلاث، زي ما اشتغلت بالفيكست اند مومنت، وهون بده يكون ام ثلاث اثنين. بدي اعطيك ملاحظة بسيطة، ام اثنين ثلاث وام اثنين واحد هم متساويات ومتعاكسات بالاتجاه، يعني واحد سالب وواحد موجب، واحد مع عقارب الساعة وواحد عكس عقارب الساعة. ليش طيب؟ عشان لما اسكرهم على بعض ما يظهر عندي مومنت بالشكل الاصلي، مشان هيك هاي كنا نسميها الايكوليبريم ايكويشن، او راح نسميها ايكوليبريم ايكويشن، انه مجموع المومنت عند هذا السبورت بتساوي زيرو، واللي هو فعليا حاصل جمع ام اثنين ثلاث زائد ام اثنين واحد. عشان هيك هاي الرسم يخليها، بقول لك ليش نخليها. فبالتالي كل منبر حكينا له معادلتين، شو هم المعادلتين؟ المعادلتين كالتالي، المعادلتين هم عبارة عن ام واحد اثنين ام اثنين واحد، فهذا المنبر له معادلتين هون، ام اثنين ثلاث ام ثلاث اثنين، فانا كل مومنت له معادلة. طبعا ننتبه، ممكن بكره بالسؤال يتزانخ مع الدكتور يقول لي كم معادله للمنبر واحد، منبر واحد له معادلتين، تنتبه. طيب بدي اسالك سؤال ذكي، واللي بجاوبه غير احمد ياسر له هديه. ليش الكنتيليفر ما لها معادلتين؟ هاي الكنتيليفر ليش ما لها معادلتين؟ لانه طرف واحد عليه مجهول بس. صح، مش مجهول، يقول لي مجهول برضه بطخه. المومنت إلها هيك صح مثلا؟ لأنها حرة. بس هي حرة، تمام. خلنا جاوبكم خلاص، يعني أنا بحب السياسة اللي بالدكاترة أسأل وجاوب سؤال زي هيك. كل بساطة إنه هاي قيمتها صفر، فما بحتاج إني أطبق معادلات الستوب ديفليكشن. وثاني شغلة إنه هاي القيمة هي حاصل اللود اللي هون ضرب المسافة، يعني ستاتيك، اللي هو سؤال اللي أجل السؤال بالمومنت ديستريبيوشن أجل أربع مرات عندكم. أوجد المومنت اللي هون عند الكنتليفر، لو هو حاصل اللود، لو عندي لود هنا بي وهون المومنت الكنتليفر مثلا اسمه ام 2 3 فرضا وهي المسافه ال، فاللود هو بي في ال، ولكن ايش اتجاهه، ايش اشارته بتكون هسه هاي بتصير بتعمل لي مع عقارب الساعه، مع عقارب الساعه عكس عقارب الساعه، فالجواب سالب بي في ال. هذا سؤال كثير بتكرر بالستوب ديفليكشن، بكره جاي والله لا يجي بكره، تمام. فما له معادلتين لانه المعادلتين معلومات. ضل علي اطلع الايكويشن، ضل علي اطلع الايكويشن، الايكويشن اللي هم نرجع نفسه من المنبرين. احمد ياسر هسه عرفت السؤال صح؟ عرفت الجواب؟ اه هناك ما له معادلتين. تمام، فهي ام واحد اثنين، ام اثنين واحد، ام اثنين ثلاث، وام ثلاث اثنين. بدي اوجد معادله كل واحد، شوفوا مسمح لها الطريقه والطريقة اللي بدي فهم، يعني أنا مش أحفظك القانون، أنا أخليك تعرف تكتب القانون بدون ما أنك تحفظه. طبعاً الطريقة أكيد كنت يا دكتور، أنا تعليم دكتور هاشم يعني مش من عند الحكي. تحكي له أم واحد اثنين، أنت الخطوة الثالث كانت اكتب المومنت إيكويشن. المومنت إيكويشن هي كالتالي، اسم المومنت، بدي أوجد أنا مومنت واحد اثنين، مومنت واحد اثنين يعني إنه فعلياً الرياكشن المومنت اللي هون، وأم اثنين واحد اللي هو المومنت الناتج عن قطع عند السبورت وخط الجزء اليسار مثلاً. وام 2 3 نفسه، وام 3 2 هو رياكشن المومنت، فانا فعليا مشان اوجد رياكشن المومنت بدي اوجد رياكشن ام 1 2 هو نفسه المومنت. ف
فبالتالي ام 1 2 هو نفسه عباره عن الفيكست اند مومنت 1 2 بس مش نفسه، بس الفيكست اند مومنت هي حاصل عن جواب قريب عن المومنت الاصلي. فانا عشان هيك فهمت شويه تعديلات بسيطه. شو التعديلات البسيطه؟ هو حاصل جمع طبعا، في عندي ثلاث حدود زياده بكل بساطه. القانون في بده يكون عندي، في عندي أربعة راح يكون عندي اثنين، هاي القانون فيه. وفي عندي ال وعندي ال. طيب ضل عندي احط هون شغله، بدي احط هون شغله. راح تسالني يا محسن شو الشغله؟ بكل بساطه بحكي لك شو الرقم اللي عندك هون ببلش بواحد. فانت بتحط مع الأربعة ثيتا واحد، طبعا اني انسلك منها. وشو الرقم بينتهي؟ اثنين. فبتحط اثنين ثيتا تو، اثنين ثيتا تو اي او. نرجع نكرر، لما انا بدي طبعا هون زائد دلتا او ستة دلتا في اي اي على التربع، هاي انساكم منها دائما زيرو بالغالب او مش ذاك القانون. نرجع له برجع لكم بشرح لكم هي شكل الدلتا. مرة اول مد له بالجامعة بالاونلاين جاب سؤال احسب هاي القيمة، بقول لكم كيف تحسبوها. بس نيجي لهون، هون ببلش بواحد، فاللي معاه واحد يعني اللي معاه واحد اللي هي ثيتا واحد بتكون مضروبة بأربعة، واللي اسمها اثنين بدها تكون ثيتا اثنين. يعني لو بدي أوجد أم اثنين واحد، بدي واحد على السريع، بديش واحد على السريع. أنت هسه وأنت قاعد تسمعني بدي أكون متقن أو ميقن إنك عارف شو إني راح أكتب، أو بدي مش على هذا المومنت اللي بعده تقول لي أنت شو بدك تكتب. أم اثنين واحد بحط fixed end moment اثنين واحد، نفس الرقمين اللي هون بحطهم هون، بدي أزيد عليهم هاي اثنين، فبدي أحكي أربعة ثيتا تو، لأنه دائما الأربعة معها الرقم اللي بالبداية اي اي على ال زائد هسه الاثنين راح تكون مع النهاية مع الواحد. هيك أنا هيك بضمن أنك فهمت كيف القانون بنكتب، زائد أو ناقص بنتهي نسك منها. هسه بدي ام 2 3، هسه ام 2 3 المفروض كلكم تعرفوا شو هو، يكون اف اي ام 2 3 زائد 4 ثيتا 2 اي اي على ال زائد 2 ثيتا 3 في اي اي على ال. وام 3 2 بنفس الطريقه بس بتبدل بين كل رقم في 3 في 2. هاي هي ستيب 3 مفهومه؟ طبعا ضل 8 دقائق للزوم وحنبلش، انا مش 8 دقائق بدي اروح، لا مش فاهم بعد ما بلشناش. الطريقه كالتالي، مشان نرجع نلخص ونقطع ونرجع نفوت، بدناش نخلي مده الفيديو اكثر من نص ساعه. نلخص مره ثانيه كالتالي. الخطوه الاولى، هون بالعربي الخطوه الاولى بحكي لك ارسم المومنت ديجرام لكل منبر لحاله على جنب زي ما انا عملتهم. الخطوه الثانيه اوجد الفيكست اند مومنت ل اف اي ام، طيب بديش اكتبها هناك مشان ما تحولش من اليسار لليمين. الخطوه الثالثه اكتب معادلات كل مومنت، معادل كنتيليفر. اكتب معادلات كل مومنت، معادلات كل مومنت هي اسم المومنت نفسه بتحكي له فيكست اند مومنت لنفسه زائد 4 في الرقم الاول زائد في ثيتا تبعته، يعني زائد 2 في ثيتا تبعت الرقم الثاني على ال والاي اي. طبعا احنا مشان نكون يعني ماشيين بالتزامن، خلينا نشوف استعداد دكتورنا الحبيب. بحكي لي هون الخطوات، بقول لك calculate the fixed end moment for each member، بقول لي perform the slope deflection equation لكل member beginning at the beginning and the end of each member عند بداية، يعني اوجد معادلات المومنت عند بداية كل عند كل بداية كل member ونهايته. find the unknown، هون لسه هو ناسي كلمة هاي analysis the beam and draw the moment diagram. هاي فعليا انا سميتها خطوة واحد، هو سمى هاي خطوة واحد خطوة اثنين نفس الشيء. فبالتالي لو نشوف شو عمل هون، لو كان انا عندي بيم كامل زي هيك وبدي احسب مثلا لهذا المنبر، فهذا المنبر اي جي، انه هذا اي وهذا جي،
فعندي هذا مومنت اي جي، هذا مومنت جي اي، فانا بكون عندي شكله زي هيك. فحاوله بدي، هو راح يكون له مومنت من هون ومومنت من هون، فالشكل التقريبي له هو الفيكست اند مومنت، مثل ما انا حكيت لكم اول شيء بترسم البيم زي ما هو، حاوله فيكست اند مومنت. بعدين الفيكست اند مومنت فهي سالب دبليو تربيع 12 سالب ال 8، وهي اللي حكيتها. هاي عشان الدلتا، عشان الدلتا. بس انا هون انا هنا نسيها شوي، بس انا كاتبها هون. اذا حدث عندي هبوط للسبورت، لو حدث عندي هبوط للسبورت، يعني بقول لي اذا السبورت اللي على اليسار نزل لتحت بيكون موجب. يعني انا عندي الفيكست هيك، او خلينا نشوف انا الدكتور شو رسمها. السبورت اللي تحت، السبورت اللي على اليسار هو نزل، تكون الدلتا موجبه. اذا اللي على اليمين نزل لتحت بيكون سالب، اذا لم يذكر بالسؤال بيكون صفر. فعلا هي اذا هذا نزل اللي على اليسار بيكون موجب، واذا نزل اللي على اليمين بيكون سالب. فمره باحدى الاسئله بالجامعه، مش بالجامعه، بالاونلاين، اول فصل اونلاين، كان حاكي اذا الدلتا مثلا 10 ملم مثلا، قال لي احسب الدلتا 2 3 مثلا. لو فرضنا هاي 2 وهاي 3، فبده الدلتا 2 3، هاي دلتا 2 3. طبعا هو حكى لي انه هاي اللي نزلت، او اذا دلتا لا انا شو حكي، انا ما حكيت دلتا 2 3 شيء زي هيك، مش ذاكر شو السؤال طبعا، مش عندي، بس انه حكى لي اذا دلتا 2 3 هي كذا، وحكى لي انها سالبه، فدلتا 2 3 سالب 10 ملم، يعني فعليا هاي الحاله. فايش بدي اطبق؟ طبق هذا الشيء اللي هو 6 اي اي دلتا على ال تربيع. مش ذاكر السؤال بصراحه، بس انه استعملت هذا الشيء مع الاشارات، يعني او اوجد المومنت اللي هون. ذكرت، ذكرت انا بحس على بحكي مع حالي، بس مش مشكله، ذكرت. الفيكست اند مومنت اللي ناتج عن الدلتا هو زائد او ناقص 6 اي اي دلتا على ال تربيع. كان معطيني الاي والاي والدلتا والال طبعا بالسؤال. شو حكي لي؟ حكي لي اوجد الفيكست اند مومنت 1 2، فيكست اند مومنت 2 1، اوجد واحد منهم كان. فبننتبه على الاشاره، اذا كان عندي هذا اللي نازل، طبعا قال لي انه شو الشيء اللي نزل، اذا هاي اللي نازل دلتا 2 3 فانا بحطه سالب، واذا دلتا 1 2 او 2 دلتا هاي 3 2 هاي دلتا 2 3، طبعا هم متساويات بس بيفرقوا بالاشاره، فحسب شو اللي معطيني اياه اشتغلت بالاشاره. السؤال والله ما هو عندي، لو عندي كان حطيته، بس انه طلب مني الفيكست اند مومنت ناتج عن دلتا فهو هاي. فهيك انا بستنتج لو جاب لي هاي الحاله، بس راح طالع لي البين زي هيك، انه في عندي دلتا، فبجمع الفيكست مومنت اللي هون مثلا مع اللي هون، او اللي بطلع او بطلع. تمام، نيجي نكمل مع هون. هون بحكي لي معادلات المومنت زي ما انا حكيت، ام 1 2 هي عباره عن فيكست اند مومنت زائد 4 ثيتا 1 زائد 2 ثيتا 2. اما هون لانه 2 1 ثيتا 1 بتاخذ 2 هون. وهذا المنبرات الثانيه اللي انا كتبتهم، وهذا اللي هي حكيته انا، كانه هي هاي بشكل عام الصيغه العامه. المومنت اي جي هي فيكست مومنت اي جي زائد 4 في ثيتا اي زائد 2 في ثيتا جي زائد دلتا اي جي. طبعا هون لو بدي احسب جي اي، الجي بتاخذ 4 والاي بتاخذ 2، اما الدلتا بتضل زي ما هي، الاي جي نفسها جي. ما فيش ولا مثال على الهبوط، ولا راح يجي مثال على الهبوط. وهاي انه ترسم المومنت دايجرام لكل منبر، هو برسم على الكومبرشن، بس احنا بنرسم على التنشن. هذا سؤال بالارقام، فيكس اند مومنت 1 2 2 3 رسمتهم، وهاي معادلات المومنت عوضتهم. بضل علي اني هسه الخطوه اللي بعد راح تكون الانان والناون اللي راح ناخذها بالفيديو الثاني. هنشوف انا شو كمان كاتب بالدوسيه بطريقه الستوب ديفليكشن، راح نمسك كل منبر. انا كاتب لك حفظ، بس انا هاي فهمتك اياهم، ما تحكي لي حفظ. الان نقوم بايجاد ثيتا اي، ذلك دائما عندي الفيكس بتساوي زيرو. هذا هسه بنحكي، هذا هسه بنحكي. طيب انا راح اوقف الريكورد، اللي عنده سؤال يسال.